انا اتربيت في بيت يعني بابايا بيسمع مزيكا يعني غربي قوي، ومامتي كمان، وبابايا بيغني كمان بس بيغني بالغربي. فانا تربيت يعني تربيت في بيت مش بسمع شرقي، بيغني ايطالي بقى، بيغني ايطالي وانجلش وفرنش يعني زي كده. فانا تربيت على الميوزك اللي هو كان بيسمعها لي، واتربيت على كده فاتعودت. يعني انا بالنسبه لي العربي كان صعب قوي بالنسبه لي، ما كنتش بكلم عربي في البيت كمان، فكان المزيكا الشرقي كده بالنسبه لي كانت حاجه جديده لما دخلت ستار اكاديمي، وابتديت اغني بالانجلش عشان انا كنت مرتاحه كده. وكان في الاول طول الوقت كنت بقول ان انا عايزه اغني بالطريقه اللي انا مرتاحه فيها، ولما اتعلم او الاقي اللون بتاعي في العربي. بس لحد دلوقتي انت يعني العربي وسيلكنا في حياتي يعني للاسف بحاول، مش عايزه اقول عربي مكسر، لا هو عربي يعني عربي بتاعي. ساعات بطلع مع كلام كده مش في الديكشنري العربي، انا مش في القاموس العربي.